المرسل أحمد علي من اليمن يقول: هل يجوز إحراق الأوراق التي فيها ذكر الله في المنزل، وكذلك الصحف والمجلات والكتب كأوراق المصحف المقطع، وهل تمزيقها قطعا صغيرة يكفي عن إحراقها؟ لأنها إذا تمزقت قطعا صغيرة لم يعد فيها شيء تام من ذكر الله ولا من الأسماء الحسنى ونحو ذلك مما يجب احترامه. أما أوراق المصحف وأوراق كتب الحديث وما فيه شيء من ذكر الله عز وجل، فهذه الأوراق يجب أن تحرق أو أن تدفن في مكان طاهر، إما أن تحرق وإما أن تدفن في مكان طاهر. وأما بقية الأوراق فله أن يحرقها في أي مكان. نعم. أحسن الله إليكم. تمزيقها يا شيخ قطعا صغيرة أو يمزقها، له أن يحرقها وأن يمزقها أو يتركها، ما دامت ليس فيها قرآن وليس فيها ذكر لله عز وجل فهو بالخيار، إن شاء تركها وإن شاء مزقها وإن شاء أحرقها. لو أراد أن يرميها في سلة المهملات فمزقها قبل ذلك مزقا صغيرة، يكون هذا كالإحراق لها؟ لا، بالنسبة للمصحف، بالنسبة لورق المصحف لا يكفي تمزيقها، لا بد من إتلافها تماما بحرقها كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، أو بدفنها في مكان طاهر. نعم. لكن غير ذلك، لكن غير ذلك من الأوراق له أن يمزقها وأن يتلفها وأن يحرقها. نعم. فإذا مزقها مزقا صغيرة يرميها مع أوراق أخرى قد ترمى في المهملات قد ترمى ما ليس فيها شيء من ذكر الله عز وجل فلا بأس. قد يكون فيها مثل البسملة؟ لا، إذا كان فيها شيء فإنه يحرق ما فيه ذكر الله أو يدفنه في مكان طاهر. نعم.